لحظات قليلة فتحت البوابات لاندفاع جياد وأفراس عمر 3 سنوات فأكثر بمختلف دراجاتها متنافسة على مسافة الميل وربع الميل مسافة 2000 متر. مشاهدين الكرام شوط تكافؤ من 70 فأقل 18 اسما متنافسة يبرز في المركز الأول في هذه الأثناء، تحديدا رقم 8 مسطور في المركز الأول. عز العزم يأتي أيضا من المسار الخارجي ومن المسار الداخلي أيضا مكان في هذه الأثناء، يغير من مركزه في هذه الانطلاقة. إذن عز العزم يقود هذا الشوط بكل قوة واقتدار، مكان من المسار الداخلي يتقدم الآن من المسار الداخلي، فيما المتابعة من إمبلم سكرت في المركز الثالث، وأيضا المتابعة تأتي من قبل مسطور في المركز الرابع، وهناك من المسار الخارجي منتخبة على ما يبدو تتقدم ابنة الحراق من المسار الخارجي، فيما لازال عز العزم يقود هذا الشوط بالمركز الأول ويقترب منه إمبلم سكرت، يقترب وأيضا من المسار الخارجي من هناك تتقدم منتخبة ابنة الحراق، تتقدم للمركز الأول في هذه الأثناء لتقود هذا الشوط، شوط التكافؤ أقل من 70. نتابع هنا منتخبة إذن ابنة الحراق في المركز الأول، عز العزم في المركز الثاني، إمبلم سكرت في المركز الثالث، وأيضا أتابع الحضور الذي يأتي من وسام الشجاع الآن في المركز الثالث من المسار الخارجي، وأيضا الحضور القادم من بقية الأسماء. هل تواصل إذن منتخبة أم يأتي في هذه اللحظات تحديدا وسام الشجاعة؟ يتقدم وسام الشجاعة بكل شجاعة، يتقدم للمركز الأول في محاولات من الويشي من المسار الداخلي، ومحاولات أيضا من المسار الخارجي من بقية الأسماء. إذن هل يواصل وسام الشجاعة أم يأتي الحضور من هلال نجد من المسار الخارجي يباغتهم والدخول الآخر القادم من شوزن، ولكن على ما يبدو أنها هلال نجد على خط النهاية.